لم تنتهي مهمة الارتزاق وزج السوريين في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فمن ليبيا إلى أوكرانيا هذه المرة، حيث حصلت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة على شهادات أكدت قيام شركة أمنية تابعة للنظام السوري وتعمل كطرف وسيط لصالح مرتزقة فاغنر الروسية بنقل مقاتلين سوريين متواجدين في ليبيا وتحديداً من مدينة بنغازي إلى سوريا من أجل نقلهم إلى روسيا والمشاركة بعدها في المعارك الدائرة في أوكرانيا كمرتزقة إلى جانب القوات الروسية، فضلاً عن صدور أوامر من ضباط روس بنقل دفعات أخرى إلى روسيا عبر رحلات بطائرات مدنية. المنظمة نشرت صوراً حصلت عليها لتعقب الرحلات الجوية بعد توثيق شهادات من مرتزقة سوريين في بنغازي تثبت انطلاق عدة رحلات لطيران أجنحة الشام التابعة للنظام السوري بتواريخ مختلفة من بنغازي الليبية إلى دمشق، ومن ثم انطلاق طائرة روسية قادرة على حمل 180 شخصاً من قاعدة حميميم المحتلة في اللاذقية إلى روسيا. تقرير المنظمة كشف ازدياد وتيرة عمليات تسجيل أسماء المرتزقة في عدة محافظات داخل الأراضي السورية الخاضعة لسيطرة النظام، ففي محافظة حمص يتم التسجيل في مبنى فرع أمن الدولة في المدينة وفي منطقة الرستن، وسط أنباء عن منح مبلغ $1,000 أمريكي كراتب شهري، إضافة لفتح مراكز تسجيل في درعا والسويداء أيضا. هذه الشهادات تأتي بعد أيام قليلة على تقرير صحيفة الجارديان البريطانية التي أكدت أن قوات النظام السوري ستتحول إلى أكبر قوة مرتزقة في العالم برعاية حكومية بعد تقديم بشار الأسد قواته قرباناً إلى بوتين كرد للدين، وأي دين كان على حساب قتل السوريين وتدمير مدنهم وقراهم فضلاً عن تهجير الملايين.